مشاهدينا وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد عليان الهندي. أهلا بك سيد عليان. سيد عليان، يعني مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفض ما تحدث به بيني غانتس وأيضا أدان. طيب الآن أنت كيف تقرأ يعني معارضة ثلاثة وزراء أيضا لهذا القرار؟ يعني مساء الخير لك ولجميع المستمعين. حياك الله. لابد من الإشارة بوضوح أن المؤسسات الست المذكورة ليس كما ورد في تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أنها تابعة للجبهة الشعبية، بل هي مؤسسات حقوقية فلسطينية يديرها أشخاص شكل أو بآخر هم شخصيات مستقلة، وأنا أعرف الكثير من هذه الشخصيات التي تدير هذه المؤسسات. لا. أعتقد أن هناك حرب على الفلسطينيين وعلى المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. في مدينة القدس تمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل بحجة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية، وذلك ممنوع وفق القانون الإسرائيلي، في حين تستخدم الأوامر العسكرية وبالمناسبة التي تمنح ملفات سرية من أجل عدم إطلاع الجمهور عليها في ممارسة عمل قوات الاحتلال في الضفة الغربية. أعتقد أنه هذه حرب جزء منها على الرواية، من هي أكثر مصداقية، هي الرواية الإسرائيلية أم الرواية الفلسطينية؟ وبالتالي هناك محاولة لقمع هذه الرواية وعدم نشرها إن كان محليا أو دوليا. فيما يتعلق بالمعارضة الداخلية التي تحدثتم عنها، أعتقد أن المعارضة في إسرائيل لا تملك قوة ولا تأثيرا إن كانت داخل الحكومة الإسرائيلية أو خارجها. وإجمالا يمكن القول أن القوى المعارضة للسياسات الإسرائيلية لا تزيد عن 20 مقعدا في كل، إن كان في الكنيسة أو في الحكومة الإسرائيلية. من هؤلاء ما يقدر ب 15 عضو كنيسة يشاركون بالحكومة، وتحت دعاوى محاربة بنيامين نتنياهو وعدم إعادته إلى سدة الحكم، هؤلاء 15 عضو كنيسة المكونين من 3 أحزاب، حزب العمل وميرتس والقائمة العربية، يغضون الطرف عن كل السياسات الإسرائيلية الممارسة بحق الفلسطينيين، وهم يدركون بشكل أو بآخر أنهم لا يملكون الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها. والرسالة التي المنقولة ليس فقط داخليا وإنما دوليا، أن أي ضغط على الحكومة الحالية سيؤدي إلى إسقاطها وبالتالي إعادة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم. وأعتقد أن هذه التقييمات والتقديرات غير صحيحة. السياسة المتبعة بحق الفلسطينيين هي لم تتغير إن كان في عهد بنيامين نتنياهو أو في عهد الحكومة الحالية. وأعتقد أن وجود الأحزاب اليسارية المعارضة للسياسات الإسرائيلية في داخل الحكومة، أعتقد أنها يعطي لهذه الإجراءات مزيدا من الشرعية ومزيدا من القوة في حربها ضد الفلسطينيين. لكن سيد عليان، يعني اليوم من يشاهد ما حدث على مر يعني شهور ماضية، يعني الحكومة الإسرائيلية يعني تبدو في حالة انقسام، يعني مثل هذه القرارات ألا تؤثر أيضا على أو تشدد من الانقسام داخل الحكومة؟ يعني نوعا ما تحدثتم به صحيح، لكن العداء لبنيامين نتنياهو وعدم والرغبة بتقاسم الحكومة خلال الأربع سنوات القائمة ستجعل هذه الحكومة رغم كل الخلافات ورغم كل المواقف المتناقضة حتى في بعض الأحيان، إلا أن هذا لا يمنع من استمرار هذه الحكومة، وأعتقد أنها ستستمر وبدعم من التنظيمات من الأحزاب اليسارية والقائمة العربية في ممارسة سياساتها المختلفة تجاه الفلسطينيين. أعتقد أن الشق الفلسطيني لم يكون له أي دور في أن يخلخل أركان هذه الحكومة، وبالتالي هي ستظل ماضية في سياساتها، خاصة أن الرسالة المنقولة إلى العالم لا تضغطوا على هذه الحكومة كي لا تسقط ويأتي البديل الذي لا تريدونه في حكم دولة الاحتلال في إسرائيل. نعم سيد عليان، يعني وبخصوص الرسائل، أنت يعني خبير في الشؤون الإسرائيلية، بخصوص الرسالة التي تم نشرها قبل 5 أيام من قبل يعني
وسائل إعلام عبرية بخصوص ما تحدث به رئيس الوزراء يعني بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته يعني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أنت كيف تقرأ تسريب مثل هذه الرسالة بأنه عائد إلى سدة الحكم؟ يعني هناك محاولات من قبل بنيامين نتنياهو للعودة إلى سدة الحكم من خلال تفكيك الائتلاف الحاكم وبالذات إخراج بنيامين جانتس وحزبه من الحكومة الحالية ومنحه منصب رئيس الوزراء وفق التركيبة والتشكيلة الموجودة حاليا في الحكومة الإسرائيلية، لكن من دون أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا موازيا للوزراء في إسرائيل وإنما الشخصية الثانية في الحكومة الإسرائيلية. هذا ما تحاول تروج له الكثير من وسائل الإعلام اليمينية في إسرائيل، وأعتقد أن مثل هذه المحاولات لن تنجح، خاصة أن بنيامين جانتس أعطي صلاحيات أكثر مما أعطي في عهد بنيامين نتنياهو، وبالتالي ذهابه إلى أن يكون رئيسا للوزراء في ظل الليكود والأحزاب الدينية المتزمتة أعتقد أن قوته ستكون بشكل أو بآخر تشبه قوة نفتالي بنت في الحكومة الحالية، أي أنه سيكون رئيس وزراء بدون قوة وبدون تأثير وإنما سيكون منصبه شرفيا أكثر مما هو من أن يكون معبرا عن القوة التي يمثلها داخل الكنيسة الإسرائيلية. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عليال هندي، شكرا جزيلا لك.